السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو إعداد وتقديم الدكتورة الصيدلانية ألما تمور. سأتحدث في هذا الفيديو عن بعض الإيجابيات والسلبيات التي وجدتها من خلال تجربتي الشخصية كطالبة ماجستير في اختصاص التقانة الحيوية الصيدلانية أو الفارماسيوتيكال بيوتكنولوجي في جامعة حمدرد في نيودلهي بالهند. إذا أردتم معرفة المزيد عن هذا الاختصاص تابعوا الفيديو السابق. في البداية أود الإشارة إلى نقطة مهمة، وهي أن لكل طالب هنا تجارب مختلفة، وإلى أن جامعات الهند تختلف من جامعة إلى أخرى، فعدد الجامعات الهندية الكلي حسب وزارة التعليم العالي المعروفة باسم الـ UGC أو الـ University Grants Commission قد بلغ 935 جامعة، منها 409 جامعة حكومية أو State University، 349 جامعة خاصة أو Private University، 50 جامعة مركزية أو Central University، 127 جامعة فرعية معترف بها أو ما تسمى Deemed to be University. وطبعاً الجامعات لها ترتيب مختلف، منها ما تنافس الجامعات العالمية ومنها ليس لها أي ترتيب، فالبحث عن الجامعات وترتيبها جداً مهم قبل التفكير بالتسجيل بأي جامعة. وهناك نقطة مهمة أيضا، هي أن الجامعات هنا يختلف ترتيبها من قسم لآخر، فمثلا جامعة حمدرد التي أدرس بها ترتيبها الأولى على جميع جامعات الهند في الصيدلة حسب آخر إحصائيات الـ UGC لعام 2019، لكن ترتيبها بفروع الهندسة أقل، بينما معاهد Indian Institute of Technology المشهورة عالميا وهي موزعة بين عدد من الولايات الهندية الكبيرة هي الأعلى تصنيفا في مجال الهندسات. أما بالنسبة للاختصاصات الأدبية فجامعة جواهر لال نهرو أو JNU لها ترتيب عالي بهذه الاختصاصات، فيجب أن تأخذ هذا بعين الاعتبار عند اختيارك جامعة تدرس بها. لنأتي الآن إلى الإيجابيات. أولاً، الهند بلد متنوع ثقافياً وحضارياً ولغوياً، يعني سوف تتعرف على شعوب مختلفة ومتنوعة. إذا كنت من محبي الأماكن الأثرية فالهند بلد أكثر من رائع بالنسبة لك، وإذا كنت شغوف بالطبيعة والغابات فأيضاً ستجد أدغال وطبيعة بالهند وحتى ضمن المدن لن تراها في أي مكان آخر في العالم. وإذا كنت من محبي الحيوانات والفيلة فلا تتردد بالقدوم إلى الهند، وهذه عينة من الصور التي صورتها في الهند لأماكن مختلفة. في جميع الجامعات بالهند هي باللغة الإنجليزية، فليس من الضروري أن تتعلم الهندية لتعيش في الهند. أنا في الهند من سنتين وإلى الآن لا أتكلم الهندية بشكل جيد. في الهند لا توجد لغة واحدة، وإنما عدد اللغات المحكية قد بلغ 780 لغة حسب إحصائيات الحكومة الهندية لسنة 2017. فلغة الجنوب مختلفة عن لغة الشمال الغربي، مختلفة عن لغة الشمال الشرقي، لذلك غالباً الهنود يتواصلون بشكل جيد باللغة الإنجليزية، حيث تعد اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية الثانية بعد الهندية. خلاصة القول أنه يمكن لمن يتكلم الإنجليزية بمستوى يمكنه من التواصل مع الآخرين أن يتواصل مع الهنود بسهولة، إلا في بعض المواقف مثل بائعين الخضرة والفواكه، لكن في مثل هذه المواقف يمكن أن تنجو بتعلم بعض الكلمات فقط باللغة المحلية. ثالثاً، من الناحية المادية، الهند بلد رخيصة في المعيشة نوعاً ما مقارنة بالبلدان الأخرى، خاصة بالنسبة لطلاب الجامعات الذين يسكنون في السكن الجامعي. مصاريف شهرياً، الأكل يكلف حوالي $100 وسطياً، مع المطاعم قد يصل إلى $200، لكن إذا قررت الإقامة بالسكن الجامعي فالتكلفة أقل، حيث يقدمون يومياً 3 وجبات، وهذا مفيد لمن لا يعرفون الطبخ. بالنسبة للسكن فحوالي $200 إلى $400، لكن طبعاً السكن الجامعي أيضاً أرخص ويتفاوت حسب الجامعات.
بالنسبة للمواصلات فالمواصلات هنا كثيرة ومتفاوتة الأسعار. التاكسات هي الأغلى، الباص رخيص جدا ولكن مزدحم دائما ولا يتوفر بجميع الأوقات ولجميع الأماكن. المترو وسيلة سهلة وسريعة ورخيصة، وشخصيا أنا أعتمد عليها بالتنقل للمسافات الشاسعة في دلهي الكبيرة. ويوجد أيضا التوك توك أو الأوتو كما يسميها الهنود والريكشا، وهي مناسبة إذا كانت المسافة قصيرة، وسلبيتها أنه لا يوجد تسعيرة محددة لها، وإنما يجب أن تتعلم المفاوضة والمساومة، فتعلم ألا تعطي السائق التوك توك أول رقم يطلبه كما كنت أفعل أنا. رابعاً، الشعب الهندي شعب ودود ولطيف ويحب الأجانب كثيراً، أو كما يسمى زينوفيليك. صحيح يوجد بعض العنصرية تجاه المسلمين، لكن كمسلمة أجنبية أعيش في الهند من سنتين لم أتعرض لأي عنصرية أو سخرية أو استهزاء، على العكس تماماً، فجميع الأديان يعاملون الأجنبي معاملة لطيفة ويحاولون تكوين صداقات معهم، فالأشخاص العنصريون في الهند هم الأقلية، ولكن بسبب التعداد الكبير جداً لسكان الهند فعندما نقول أقلية يعني ممكن 100 مليون. لنأتي الآن إلى السلبيات. أول سلبية هي موضوع الأكل. الأكل الهندي حار جداً، فإذا كنت من محبي الأكل من دون بهارات سوف تعاني قليلاً في البداية لمدة شهرين حتى تتأقلم، لكن بالنهاية ليست مشكلة كبيرة، يعني بإمكان الشخص أن يطبخ بنفسه إذا لم يتأقلم مع الأكل الهندي. وأيضاً يوجد مطاعم عالمية تقدم وجبات من جميع أنحاء العالم، والحمد لله يوجد مطعم سوري في نيودلهي نذهب إليه كلما شدنا الحنين للوطن. ثانياً، مشكلة الطقس. الطقس بأغلب مدن الهند ما عدا أقصى الشمال عند الهضاب هو طقس حار أغلب أشهر السنة، لكن أيضاً هذه المشكلة يمكن أن تحل بتركيب مكيف. والظريف هنا أنه ليس بالضرورة شراء مكيف جديد، فيوجد خيار الاستئجار ويكلف حوالي 100 دولار خلال أشهر الصيف أي 6 شهور. المشكلة الثالثة هنا هي الازدحام الكبير بالشوارع. عدد سكان الهند حالياً حوالي 1.5 مليار، ولاحظوا التزايد الكبير حسب موقع World Meter، العداد في تزايد مستمر حتى ونحن نتكلم الآن، الأعداد تزيد، فطبيعي وجود أزمة مرورية خانقة خاصة بساعات الذروة عند الذهاب وانصراف طلاب المدارس والموظفين من أشغالهم. لذلك من الطبيعي هنا أن يستغرق الطريق للعمل أو الجامعة حوالي ساعتين يومياً، إلا إذا كنت تقيم ضمن السكن الجامعي. رابعاً، الأمان. بشكل عام بسبب عدد السكان الكبير والمساحة الواسعة للهند فصعب على الشرطة ضبط كل الشوارع وكل الحارات في الهند، فالأمان هنا نسبي ويختلف من منطقة لمنطقة أخرى، ولكن كل الجامعات تكون محمية بسيكوريتي على جميع المداخل وعند السكن، فلا داعي للخوف من ناحية الأمان. حتى خارج السكن الجامعي فأغلب الحارات مقسمة لمجمعات أو كولونيز، وكل كولوني تكون محمية بسيكوريتي، فإذا سكنت ضمن كولوني أيضا لا خوف من ناحية الأمان. خامسا، الهند تحتوي على بعوض ينقل أمراض مثل الملاريا أو الدنجي، فالحل الوحيد لتتخلص من البعوض هو أن تحاول عزل البيت كله بمناخل على النوافذ، وأن تغلق الأبواب دائما وتحافظ على درجة حرارة البيت منخفضة حتى تمنع البعوض من الدخول، وأكيد مبيد الحشرات هو أساسي لكل بيت في الهند. سادسا، وجود البقر في الشوارع. ولا يوجد حل لهذه المشكلة غير التأقلم مع الوضع، ولا تجرب أبدا أن تؤذي هذه الحيوانات لأنها تعتبر مباركة من قبل الهندوس ولا يسمح لأحد بإزعاجها. ونصيحة أيضا، إذا كنت من محبي لحم البقر فلا تتحدث بذلك أمام أي هندي هندوسي لأنه قد لا يتقبل الفكرة، حتى أن لحم البقر محرم بيعه وتناوله هنا، وبعض الهندوس قد يرفضون تأجير بيوتهم لمن يطبخون ويتناولون اللحوم، فيفضل أيضا عدم ذكر ذلك إذا أردت استئجار بيت. إلى هنا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا أعجبتكم المعلومات التي قدمتها اضغطوا على زر الإعجاب وشاركوا المعلومات، ولمزيد من الفيديوهات المشابهة اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تترددوا بطرح أي أسئلة أو استفسارات أو اقتراحات في التعليقات. كانت معكم ألمة تمور، إلى اللقاء.